السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. واحد من لاعبي نادي الزمالك بيسخر من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بالأمس ولجنة المسابقات بعد ما أصدرت تواريخ لعب المباريات المؤجلة للأهلي والزمالك والمقاولين والإسماعيلي والجونة. أحمد عيد عبد الملك، أحمد عيد عبد الملك لاعب حرس الحدود ولعب فترة كده في نادي الزمالك، وما تعرفش يعني تحس سبحانك يا رب، تحس ان الجماعه الزملكاويه دي كلهم فيهم طبع واحد، الاستظراف، واستظراف بسماجه، يعني بيستظرف بطريقه معظمهم مش كلهم للامانه، يعني في بعضهم ناس محترمه، في ناس محترمه ومؤدبه وبتعرف تختار الفاظها زي بتعرف تتعامل مع الناس، مش كلهم، لكن معظمهم الغالبيه العظمى تلاقي في حاله من الاستخفاف، حاله من الاستظراف، على من النكت البيخة. يعني منهم أحمد عيد عبد الملك. أحمد عيد عبد الملك من الشخصيات اللي ما تعرفش تركيبته بيضحك ولا مكشر ولا عم، يعني وش حواجبه دي على طول ضحك زي مكشر، يعني أحمد عيد عبد الملك. فأحمد عيد عبد الملك بيحاول يستظرف يعني ويفك الكلام يعني، وبعدين جاي مع مين؟ جاي مع الخطيب. أحمد عيد عبد الملك مع احترامي لأحمد عيد عبد الملك كل تاريخه إنه لعب في نادي الزمالك. ايه احمد عيد عمل ايه يا احمد؟ جاب ايه بطولات؟ يمكن جاب دوري ولا حاجه مع الزمالك، ولا جاب كاس، ولا تاريخه انه لعب مع نادي الزمالك، لعب مع حرس، عمل ايه مع حرس الحدود؟ لعب مع الفرق اللي لعب معها الثاني حتى مش عارفين هو لعب فين، يعني غير حرس الحدود والزمالك. شارك صحيح مع منتخب مصر كان احتياطي في فترات كتير مع حسن شحاته، لكن مين حسن، مين احمد عيد عبد الملك عشان يتكلم عن النادي الاهلي وعن مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيرأسه محمود الخطيب؟ مين؟ قال لك سخر احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك الاسبق من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب بشان الازمه الاخيره للنادي الاهلي مع اتحاد الكره المصري. وكتب احمد عيد عبد الملك من خلال صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عاجل، النهارده مفيش بيانات. بيتكلم طبعا لان الاتحاد المصري كان اتكلم امبارح وبيانه طلع امبارح وعامر حسين اعلن الجدول امبارح، فالناس كلها توقعت ان مجلس اداره النادي الاهلي هيرد على بيان اتحاد الكرة، وقلنا احنا هنا انه النادي الاهلي مش هيرد الا ممكن يوم الاربعاء على ما يشوف ايه اللي هيحصل في الشكوى اللي قدمها لفضل المنازعات في اللجنه الاولمبيه، شكوى مستعجله اللي اتحدد ليها جلسه يوم الاربعاء، يعني هيشوف هل هتتاجل، هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه يعني يوم الاربعاء بكره ان شاء الله اذا كان في رد من النادي الاهلي. وبعدين النهارده انت بتتكلم فيه، النهارده مفيش بيانات. انت قريت بيان اتحاد الكره المصري اللي يعني عرفك يعني ايه النادي الاهلي اذا ما كنتش تعرفه من قبل البيان؟ يعني النادي الاهلي نادي الوطنيه، النادي الاهلي على حق، النادي الاهلي ما بيتكلمش عن نفسه، النادي الاهلي بيتكلم عن كل الانديه. لكن انت بما انك نادي زملكاوي ولاعب زملكاوي وعارف ان الزمالك كل حقوق كل الانديه وضرب بحقوق كل الانديه بسبب حاجات كلنا عارفينها، علاقه مرتضى منصور مع هانا بوريده، انت جاي تتكلم عن ايه؟ اقرا بيان الاتحاد المصري لكره القدم الاول وبعدين اكتب على صفحتك واعرف انت بتتكلم عن مين. السؤال هنا مين ابن اللعيبه اللي رسم الخط وحط الجدول علشان انتوا تمشوا عليه؟ النادي الاهلي طبعا، يعني انت مجبر اخاك، هو في معك معنى مجبر اخاك على بطل. استفزوا، هم بيحاولوا يستفزوا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان النادي الاهلي ياخد قرار يعني عنتاري كده ويقول لك احنا هننسحب من الدوري، طب ليه؟ علشان الزمالك ياخد الدوري جاهز على حجره يعني. على الرغم انا مش عارف ايه القلق وايه الخوف اللي عند الزملكاويه من بطوله الدوري ده. النادي الاهلي كده كده ماتش الزمالك هو الفيصل، يعني الزمالك لو كسب مبارياته والاهلي لو حتى تعادل مع المقاولين او كسب المقاولين لازم الزمالك هو الفيصل، اللي هيكسب هو اللي هياخد الدوري في ماتش الزمالك على الرغم ان في فرق 3 نقاط. انتوا خايفين ليه؟ وكمان عندكم ماتش الاسماعيلي، كلام حناكه ومحمد اسمه احمد اسامه اتكلم، او محمد اسامه اتكلم وقال لك ان خلاص يعني تفويت الاسماعيلي هيفوت، دي حاجه. الحاجه الثانيه الجونه، حماده صدقي ساب الجونه، لاعيبه النادي الاهلي يعني عرض عتهم احمد ياسر ريان واحمد حمدي ومحمود الجزار واكرم، وفي لعيبه كتير اعارتها تنتهي في 30/6، فانتوا الفرق وما فيش عندهم دافع خلاص، بقوا باقيين في الدوري، ما فيش عندهم دافع انهم يلعبوا بقوه مع نادي الزمالك، يعني خايفين من ايه؟ كل مبارياتكم سالكه وسهله، بس انتوا التوتر والقلق عندكم
عايزين تاخدوا كل حاجه سهله. لا، الدوري مش هتشموه السنه دي ولا هتشوفوه ولا هتطروه. كل دي عمليات استفزاز، سواء من مرتضى منصور، خالد الغندور، الدايره اللي حوالين مرتضى منصور، بعض لاعبي نادي الزمالك القدامى، لاعيبه نادي الزمالك، او واحد من اللي لعب فتره من فترات مع نادي الزمالك. المهم يعني، واحنا عارفين ان اللجنه بتاعت لجنه المسابقات حددت وقالت ان اللعبه هيكون بعد امم افريقيا، وقالك احنا اسفين يا صلاح، اسفين للنادي الاهلي، اخترنا قرارات غير موفقه بس بدون قصد، ولكن ممكن نعمل الكلام ده، لكن الوقت بقى ده، هم استهلكوا الوقت ولكن قالك الوقت ضيق، فاضطروا. ما ينفعش تلعب خلال فتره كاس امم افريقيا، لان الكاف مانع الكلام ده. يعني اللعب مجمد النشاط الرياضي في كل الدول المحليه في الفتره من بدايه من 15 الشهر ده، 15/6، واخر مباراه في الدوري التونسي والمغربي هتكون يوم 15/6. يعني ما فيش كلام تاني، فانت غصب عنك. كانت لجنه عامر حسين اعلن ان الاهلي والزمالك هيلعبوا كاس مصر، وحدد مواعيد كاس السوبر وكاس مصر وبعد مباراه الاهلي وبيراميدز، كل الحكايات والكلام ده كله. النادي الاهلي، بعض اخبار سريعه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه كلام كبير دلوقتي، ان فيه كلام عن النادي الاهلي بيفاوض النادي المصري لضم اللاعب اسلام عيسى، لاعب الفريق الاول لكره القدم. كان في كلام انتشر وقال مصطفى يونس فتره من الفترات، انه كلم مجلس اداره النادي الاهلي وقت ما كان هو ماسك المدير الفني الاسماعيلي تقريبا في النص في الدور الاول يعني من الدوري الحالي، واسلام عيسى. لكن الكلام على عهدة مصطفى يونس، قال لك الكلام والخطيب وبتاع، كان مرحب ولاعب جيد وبتاع، لكن المشكلة في العلاقة بين النادي الأهلي والنادي المصري بسبب ما حدث في بورسعيد، فده قلق، عمل قلق في الدنيا. لكن رجع الكلام تاني، قالوا أمير توفيق مدير التعاقدات من النادي الأهلي عمل مكالمة تليفونية محمد الخوري رئيس مجلس إدارة المصري لمعرفة شروط في انتقال إسلام عيسى إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. يعني برضه ده لسه كلام. النادي الاهلي عودنا انه مفيش اي حاجه عن الصفقات او كلام غير لما يبقى في اعلان رسمي، مفيش تفاوض، مفيش. من النادي الاهلي ما عودناش، احنا كلنا متابعين ده من فتره، ومن ايام عادل القيعي ويعني هيثم عرابي وامير توفيق، وحتى الفتره اللي جه فيها فتره بسيطه حسام غالي ومحمد فضل، كانوا بيعلنوا عن ان احنا تعاقدنا بشكل نهائي. ما نقولش لسه في مفاوضات، مفيش الكلام ده كله، الكلام ده كله مش موجود في النادي الاهلي. اما بخصوص بقى بعض نادي الزمالك، احمد رفعت لاعب نادي انبي اللي انتقل فتره لنادي الزمالك، اتكلم عن نادي الزمالك وعن الفتره اللي قعدها في نادي الزمالك. في نادي الزمالك قال لك اللعب في نادي الزمالك مش بالمجهود او مش بالحاله الفنيه او البدنيه للاعب، اللعب بالتظبيط. هما مكتوب كده بالتظبيط، المدير الفني بيختار مين يتظبط مين ما يتظبطش بحسب نفاقه، بينافق مين، بيطبل لمين، ما بيطبلش لمين، السوشيال ميديا عايزه ايه والكلام ده كله. لكن انا ما بعرفش انافق حد ولا الكلام ده كله، لكن على حسب الاختيارات، حب وكره، لكن مش مصلحه الفريق هي اللي بتحكم. ده كان تعليق احمد رفعت لاعب نادي الزمالك السابق اللي كان بيلعب في انبي وانتقل فتره بسيطه لنادي الزمالك وبعد كده رجع لنادي انبي. فرجاني ساسي، فرجاني ساسي يعني كهربا، بدايه في كلام كبير عن ان كهربا في صور صوره مع عضو نادي اتحاد جده السعودي، والكلام انتشر وقتها ان نادي اتحاد جده هيطلب اعاره كهربا او كهربا هيرجع فتره ثانيه. عارفين كلنا ان كهربا كان بيلعب في اتحاد جده، وقعد موسمين يلعب في اتحاد جده السعودي، انتشر صوره الكهربا مع عضو اتحاد جده، فقال لك في كلام كتير عن انتقال كهربا لاتحاد جده، لكن رجعوا ثاني قال لك اتحاد جده لا، ممكن الشباب السعودي. ودلوقتي في كلام عن ان فرجاني ساسي النصر السعودي بيطلب او بيقول دخل مفاوضات مع نادي الزمالك لضم فرجاني ساسي مقابل 8 مليون يورو بما يعادل 160 مليون جنيه مصري. ولو هو المبلغ بالكلام ده اعتقد ان مرتضى منصور هيمسك في هيقفش الفلوس وهيسيب فرجاني. وان شاء الله يعني على ما نبدا الجماعه الزملكاويه المتمسكين بالدوري او فرحانين بالدوري ده ان هيكمل بعد امم افريقيا، تعالوا ممكن نشوف شكل الزمالك ايه بعد امم افريقيا، مين اللعيبه اللي هتمشي، مين اللعيبه الاعارات، مين الكلام ده كله. فبرضه بكلم كل جماهير النادي الاهلي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. محدش عارف بكره بعد بكره في ايه، فما بالك بعد شهر شهر ونص. يعني النهارده احنا بنتكلم النهارده 11 بطوله يوم 21، وهتقعد لها شهر، ادي 40 يوم لسه على ما تبدا، 3 4 ايام كمان. فانت يعني 45 يوم، الله اعلم ايه اللي هيحصل في تكوين فريق الاهلي، في تكوين فريق الزمالك، مين هيبقى اقوى من مين. فهم مبسوطين لك فرجاني ساسي ومصطفى فتحي وبتاع، هنشوف الفتره اللي جايه شكلكم ايه هيبقى بعد امم افريقيا، سواء اعراض سواء بيع سواء لعيبه جت او ما انسجمتش. فكل جماهير النادي الاهلي ما تقلقوش، والقادم
كل خير بإذن الله للنادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.